أثناء فعالية يورو 2008 تغيرت ملامح الحياة اليومية بالشارع الألماني. أجواء اليورو بارزة في كل مكان، في حلة تكبر وتكبر كلما صعد المنتخب الألماني من دور إلى دور يليه. مباريات يورو 2008 شاهدها من استقل القطار وسافر إلى سويسرا أو النمسا، تابعها من عاد متعبا إلى منزله بعد العمل، عاش لحظاتها المثيرة من رمى بنفسه داخل الجماهير أمام الشاشات العملاقة، شاهدها من خير الجلوس بالمقهى لاحتساء قهوة يرتشف من خلالها أحلى وأجمل لحظات كرة القدم. يورو 2008 لم يمثل للبعض سوى الفرصة الذهبية لربح الأموال والعمل أكثر فأكثر، مشاهدة المباريات لا تهم، المهم أن يضر يورو 2008 بيوروهات أكثر. فالتاجر يتوج عندما تجر شباكه من الأموال ربحا. خصصنا على قارعة الطريق شاشة لحرفائنا لمتابعة كل مباريات اليورو في أجواء حماسية ورائعة والمداخيل المالية ممتازة. على امتداد أسابيع كأس أمم أوروبا بعت الكثير من الأعلام والأزياء الرياضية لمشجعي الدول المشاركة من ألمان، سياح وأحباء كرة القدم. بمثل كأس العالم 2006 المحلات التجارية لبست حلة يورو 2008. على امتداد 3 أسابيع عاشت ألمانيا بدورها على وقع حمى كأس أمم أوروبا 2008 التي كان لها تأثيرها الخاص على الحياة اليومية بهذا البلد. نبيل المعلاوي، الدوري والكأس، ألمانيا.